أهلا بكم. بلا شك أنه عضلة القلب عضلة شديدة الأهمية، والقلب عضو فيه من الإعجاز الخلقي، يعني شيء يصعب تفسيره ويصعب الحكي فيه، هنقعد نتكلم فيه أيام وليالي. عضلة القلب يا جماعة ممكن جدا يحصل فيها أشكال مرضية كثيرة، من صمامات قد يحدث فيها خلل، من شريان مغذي لعضلة القلب قد يقل الدم اللي واصل فيه وبالتالي يحصل قصور في الشريان التاجي، من إصابة في عضلة القلب بجلطة نتيجة برضو جلطة في الشريان التاجي، أو نكروزس تتآكل جزء في عضلة القلب بسبب جلطة في الشريان التاجي، من خلل في عضلة القلب في العضلة نفسها، مرض غامض غريب مثير جدا اسمه كارديوميوباسي أو الاعتلال القلبي، يعني ملوش ترجمة بالعربي لكن نقدر نقول عليها كده اعتلال قلبي غير معلوم السبب. كل ده ممكن يصل في عضلة القلب في الآخر إنها ما تأديش وظيفتها. يعني إيه ما تأديش وظيفتها؟ عضلة القلب بتضخ عدد معين من لترات الدم، 5 لتر في الدقيقة. لو قلت قدرة القلب في إنتاج هذه الكمية من الدم يبقى هي بتقلل وظيفتها او بيقل قدرتها على ان الدم ده يوصل للاورجنز للاعضاء الجسميه كلها، او ربما كمان ان عضله القلب تطلع المطلوب منها ال5 لتر لكن مش مكفيين الانسجه متطلباتها اعلى. في الحالتين هنقول ان عضله القلب فشلت. اذا هناك قصه طويله تبدا بمرض، بحاله مرضيه، هذا المرض قد يكون قصور واللي احنا قلناه ده كله مشاكل في الصمامات، وتنتهي بحالة مرضية توصف بأنها فشل في عضلة القلب. هذه القصة الطويلة النهاردة هنحكيها. النهاردة هنتكلم على تفاصيل هذا الطريق المثير المخيف أحيانا، واللي يمكن عندنا في السينما المصرية وفي الفكر المصري وفي الدراما المصرية وفي كل الأفكار المصرية هذه الفكرة هي الأكثر انتشارا. لو بصيت لكل أفلام السينما هتلاقي كل الأبطال أو لما بيحبوا يجيبوا مرض مثير درامي له طبيعة درامية يجيبوا مرض في القلب، يقول لك ده عنده القلب، من أيام أفلام عبد الحليم لغاية دلوقتي الأفكار اللي عن أمراض القلب أعتقد فيها خلل لازم يتصحح، والنهاردة دورنا إن احنا نصححه. النهاردة هنتكلم عن هذا الطريق الطويل، وبيسعدني جدا أن يكون قائد هذا الطريق واحد من الكبار من الصفوة، يعني سعادة ما بعدها سعادة، وطبعا شرف لينا أن نحوز على شرف لقاء واحد من الكبار والعمالقة في عالم القلب. والحقيقة هذا اللقاء لقاء خاص جدا، لأنه احنا مش بس هنتكلم على طريق عضلة القلب وطريق القصور في عضلة القلب، هنتكلم كمان على طريق قسم من أقسام الهامة جدا في كلية الطب جامعة القاهرة قصر العيني، وهو قسم القلب والأوعية الدموية. طريق طويل من الكفاح وطريق طويل من الإبداع وتاريخ رائع ومستقبل وحاضر، نتمنى المستقبل يكون طبعا زي الحاضر مشرق جدا ومبدع جدا. أستاذ الأساتذة وأستاذي وأستاذ القلب الشهير الأستاذ الدكتور حسام قنديل، ما هي عضلة القلب، هذا الإعجاز الرائع في جسم الإنسان؟ الطب دايما بيحاول إن هو يظهر إن إحنا فاهمين كل حاجة وإن إحنا عارفين كل حاجة، فعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. القلب السليم الهيلثي ما نعرفش نوقفه. أنا بشبه التدخين بالإيدز، كل ما كانت الأكل اللي هو طالع من الأرض كل ما كان ده صحي جدا بدون مناقشة. هناك أسباب عديدة لفشل عضلة القلب غير الشريان التاجي، زي أهم سبب لهبوط القلب نمبر 1 نمبر 2 لحد نمبر 10 هو الضغط. الدكتور حسام إبراهيم قنديل أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب القصر العيني، زميل الكلية الأمريكية للقلب. طبعا الدكتور كمؤسسه والقاهره والناس تتشرف بوجود استاذنا الاستاذ الدكتور حسام قنديل، استاذ ورئيس قسم اقسام امراض القلب والاوعيه الدمويه، الاستاذ بكليه الطب جامعه القاهره، الاسم الكبير. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا فندم. ايه الشرف الكبير ده، ونورت القاهره والناس ونورت الدكتور. ربنا يحفظك. الحقيقه طريق طويل جدا، وفي النهايه في منطقه مهمه لازم نتكلم عليها، وهو قسم القلب والاوعيه الدمويه في كليه طب قصر عيني، وقصر عيني ككل كمستشفى ليها مجهود. لكن خلينا نبدا هذا الطريق بما هو او ما هي عضله القلب، هذا الاعجاز الرائع في جسم الانسان. هي الحقيقه عضله القلب هي حاجه زي ما حضرتك قلت كده اعجازيه، حاجه بتشتغل ليل ونهار 24 ساعه. انا دخلت كليه الطب عشان افهم ايه هي عضله القلب، لكن الحقيقه اقدر اقول لحضرتك بعد دراسه طويله وسنوات طويله فعلا وما اوتيتم من العلم الا قليلا. احنا مش فاهمين حاجه خالص يعني كطب يعني علم، اللي بيفهمه قليل جدا. عضله القلب حاجه متميزه جدا ومختلفه جدا، ولما بتقعد تسمع وتشوف هو القلب ليه بيشتغل، يعني ايه اللي بيشغله كده على طول، يتكلم على الاكشن بوتنشال وانه لما ينزل بقى والالكترولايتس تطلع وتدخل وصوديوم وبوتاسيوم، لكن ايه اللي بيعمل كده؟ ايه سبب الريزم ده؟ وايه سبب الاوتوماتيسيتي دي؟ وايه اللي يعني الاعجاز ده؟ المفهوم محدود جدا. يعني طبعا الطب دايما بيحاول ان هو يظهر ان احنا فاهمين كل حاجه وان احنا عارفين كل حاجه، انما احنا لما بنحاول نقلد عضله القلب، سواء بقى في جراحه القلب لما بنحط العيان على الهارت لانج ماشين، احنا بنلاقي مكنه اكبر من الترابيزه دي واصوات عاليه جدا ومضخات، ونقعد ندي ادويه سيوله وكميه طاقه كهربائيه رهيبه، ويعني نبقى يا دوب مصدقين عايزين بسرعه نخلص عشان نحط العيان تاني على القلب الطبيعي بتاعه. فالموضوع الحقيقه فوق فكر الشخص العادي، حاجه يعني سوبر. وزي ما حضرتك قلت كده، هو القلب بيضخ في الدقه الواحده 70 سم، فلو قلنا هو بيضخ يعني في 70 دقه في الدقيقه، فيبقى في حدود ال5 لتر. بس ده بيتغير مع النوم وتغير مع المجهود، بيتغير من دقه لدقه، مصاحب لده بريشر جوه السيركيوليشن على حسب، لو الواحد بيجري او بيعمل مجهود البريشر ده بيزيد، لو الواحد نايم البريشر ده بينزل. القلب في حجمه محدود جدا صغير، يعني لو جيت تجيب حاجه تعمل الشغل ده بتجيب حاجه ضخمه اكبر بكتير. الا انه طلعت حاجه الليفت أند تريك أسس ديفايس بتركب، وحصل فيها تطور رهيب جدا على مدى السنين اللي فاتت، بحيث انها ممكن بنحطها جوه الانسان. وعندي يعني بعض المرضى ركبوا الاجهزه دي، و يعني المريض بيبقى عايش لأنه هو مركب قلب بيساعد القلب في حالة من التوتر الدائم، لأنه هو بيبقى شايل البطارية بره. فلما بيجي العيان يزورني في العيادة بتبقى المريضة خايفة، بتقول لي أنا خايفة حد يفتكر إن الشنطة دي فيها فلوس، تشدها حد يشدها ويجري، ودي حياتها مرتبطة بيها، وإن الشنطة دي فيها البطارية الرئيسية والبطارية الاحتياطي، وداخل منها سلوك بتغذي القلب الصناعي، وانه بيبقى المريض دايما على ادويه سيوله، وانه بيبقى فيه صوت، وبعدين الفلو بيبقى كونتينوس مش بالستايل. فحياه الانسان بتختلف خالص، الا انه التقدم ده عمل فرق، ان الجهاز القلب الصناعي اللي هو بيبقى يعني محطوط مؤقتا ده بيدي فرصه لعضله القلب في احيان كثيره انها تسترد عافيتها تاني. فانا ببساطه ان القلب مضخه فيها فايبرز باشكال واوضاع مختلفه، حاجات سيركولار وحاجات لونجيتودينال وحاجات بميل، وكله بيشتغل مع بعض في تناغم. والمقصود هنا بنقول القلب هو البطين الايسر، لانه البطين الايمن الحمل عليه محدود جدا، لكن اللي شايل حمل الجسم هو البطين الايسر. حاجه يعني وصفها صعب، والفرج عليها ممكن لما نشوف بعض الصور والفيديوهات متعه، يعني انك تقعد وتشوف ربنا حط الاسرار الالهيه الاعجازيه في هذا العضو. واحنا طبعا احنا عارفين انه انما لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فربنا ربط القلب مش بس بانه هو كجهاز بيضخ، ده هو بيشعر وبيشوف وبيطمئن، يعني حاجه عاليه جدا. هبدا الطريق الاول من منطقه مهمه جدا. شاب او راجل كبر في السن شويه، راجل متوسط العمر، كان ماشي كويس، قلبه سليم، شرايينه التاجيه بدات تتاثر. ايه هي الشرايين التاجيه؟ هي دي المنطقه اللي هبدا بيها في الاول. ده يعني ده سؤال مهم وسؤال هايل جدا، لانه العضله الرهيبه اللي بتغذي الجسم دي هي اول حاجه لازم تتغذى، فبيطلع شرايين تغذي العضله دي بتتسمى تاجيه، لانك لو قلبت القلب كده يبقى عامل زي التاج. فالشرايين دي شبكه بتغذي عضله القلب، في منها شبكه يمين وشبكه شمال. الشبكه الشمال بتتفرع الى افرع اماميه وخلفيه، والشبكه اليمين هي شبكه بتمتد للجزء الخلفي من القلب. فهو دي شبكه الشرايين التاجيه المغذيه للقلب. الشرايين دي بيحصل ترسبات تخلي حركه الدم جوه الشريان تقل، بحيث ان ممكن الترسبات دي الترسبات الدهنيه على مدى السنين تضيق المساحه اللي الشريان اللي مسموحه ان الدم يعدي فيها جوه الشريان. يقوم لما المريض يعمل شويه مجهود احتياجات القلب من الدم تزيد، لكن الضيق اللي موجود ده ما يخليش الدم يزيد بالصوره المطلوبه. يقوم القلب يعني يدي احساس للمريض ده ان في مشكله، في شكل الم في الصدر. يقوم العيان يقف، رغم ان الالم حاجه وحشه للمريض انما حاجه مهمه جدا وحاجه كويسه بتخليه المريض يروح يكشف ويقدر يتعالج. ومن رحمه ربنا العظيمه انه الالم ما بنحسوش جوه القلب، لانه لو احنا بنحس بالالم جوه القلب كنا هنحس بالصمام وهو بيفتح وصمام وهو بيقفل، كنا حسينا بالقلب ان هو دلوقتي شغال كده كنا اتجننا. انما من كتر اهميه الموضوع ده ربنا حط الاحساس بتاع مشكله في القلب في الصدر وفي الدراع، ممكن دراع الشمال او دراع اليمين او الاثنين مع بعض او الرقبه، اماكن مختلفه هي اللي بتدي القيمه ان في مشكله مصاحبه للقلب. حضرتك قلت لي انه انت ما بتحبش كلمه الذبحه الصدريه. لانه كلمه ذبحه احنا في العربي اللغه العربيه ذبحه يعني الذبح. هو ما فيش ذبح، هو فيش ذبح، هو انه الم في الصدر. والالم ده بيتراوح، ممكن يبقى الم بسيط، ممكن يبقى الم شديد، وممكن يبقى متكرر. يعني هو ده احنا في الطب ده الاساس في التشخيص، لدرجه انه انك تقدر تسمع العيان وتسمعه كويس. عشان كده دكتور القلب لازم يقدر يقعد مع العيان، ولازم ما يبقاش متعجل، لانه اذا ما سمعش العيان كويس مش هيشخص حتى لو عمل قسطره. واحد يبقى عنده تيبيكال انجينا مع نورمال كرونز بيبقى المشكله في المايكرو سيركيليشن، لكن ده لا يمنع ان هو عنده انجينا. انجينا اللي هي ذبحه صدريه، اللي هي الالم الصدر، واللي احنا بنسميه بالترجمه الحرفيه ذبحه صدريه. فالتشخيص ده له قيمه عاليه جدا، واحنا في الطب بندي قيمه، مش بس الطب اللي بيمارس في مصر، في الطب اللي في العالم كله. يعني في كل الكتب العلميه انك تشخص ان في قصور في الشرايين بوجود تيبيكال انجينا في سن مثلا مناسب، فوق سن مثلا 50 سنه او فوق سن 60 سنه، خصوصا في الويمن كل ما السن عالي كل ما القيمه بتزيد. لكن في الرجاله ممكن في سن اصغر التيبيكال انجينا دي يبقى لها سكور عالي. لكن لو واحده عندها الم في صدرها وهي سنها 30 سنه، حتى لو كان الالم ده تيبيكال، احتمالات وجود قصور في الشرايين بتبقى قليله. يعني لازم يبقى السيناريو كله مظبوط. لماذا تتاثر عضله القلب بقصور الشريان التاجي؟ ايه اللي حصل في القلب؟ ده سؤال هايل جدا، لان هو الشخص العادي مبقاش فاهم الحته دي، يقول لك جالي جلطه، ولازم الناس تبقى فاهمه ايه الفرق بين الجلطه وبين قصور القلب. قصور القلب ان انا عندي ترويه محدوده، عندي ارض زراعيه بس الميه اللي رايحه لها مش كافيه، مش كافياها، فيا دوبك بيفضل القلب يوظف نفسه على قد الدم اللي رايح له، ويفضل العيان يقلل من مجهوده ويظبط نفسه، لانه هو لما بيعمل مجهود جامد بيجي له ازمه، فبيفضل مقلل من مجهوده. اذا حصل ان الجزء اللي الشريان بيغذيه حصل فيه تلف. يعني ايه تلف؟ يعني العضله انسجه عضليه حيه وانسجه يعني ثمنها غالي. الانسجه العضليه بتاع القلب زي الانسجه العصبيه بتاع المخ، استبدالها شبه مستحيل وقيمتها غاليه جدا، والحرص عليها مهم جدا، لانه في فرق ضخم بين العضله الانسجه العضليه بتاعه القلب مثلا الانسجه العضليه بتاعه العضلات العاديه. فالانسجه العضليه بتاع القلب اذا حصل لها تلف بتستبدل بانسجه ليفيه، ليفيه في قيمه اقل وملهاش صفه الانقباض، يا دوبك عشان تحافظ على الحته اللي حصل فيها قصور في التغذيه وتقطع الدم عنها، تقوم مبدله الحاجه الغاليه دي بحاجه اقل في القيمه، ويا دوبك تستر الحته دي، تقوم ما يحصلش فيها انفجار مثلا، ان الحته دي يا دوبك تستبدل. وهنا على طول القلب بيفقد جزء من الوظيفه بتاعته. الكارديوجينيك شوك مثلا اللي هو هبوط الحاد ده بيبقى نتيجه انه 40% من عضله القلب حصل فيه تلف. ماتت 40% من عضله القلب حصل فيها، مش بنقول لها انفاركشن بالظبط، حصل لها انفاركشن، انها فقدت القدره على انها تنقبض. يعني لو واحد جاله انسداد في شرايين وحصل ان الانسداد ده بيغذي مساحه ضخمه من القلب، فده بيجي لنا في اوضه القسطره بكارديوجينيك شوك. لو احنا دخلنا وفتحنا مثلا ال اي دي ولحقنا في اللي هو ده الشريان الاساسي من شرايين التاجيه، الشريان الامامي الاساسي اهم شريان، قدرنا ان احنا نخش في الوقت المظبوط وفتحناه، ممكن تبص تلاقي العام في ثانيه خرج من الكارديوجينيك شوك. يقوم القلب يستعيد كفاءته تاني ويستعيد نشاطه قبل ما يحصل تلف في الانسجه العضليه. يبقى هو التلف في الانسجه العضليه هو الذي يحدث ضعف في العضله. ايوه ان هو التغير النوعي في قيمه الانسجه من انسجه لها صفه الانقباض المستمر وانها بتتناغم مع بعضها الى انسجه اقل في القيمه وانسجه ليفيه. مش بس بقى بيحصل كده، الكهرباء كمان بتختل. العين اللي الانسجه العضليه بتاعته استبدلت بانسجه ليفيه بيبقى عرضه لحدوث الفنتريكولار تاكيكاردياز والاريزمياز والسادن ديث. المشاكل كلها بتبقى مرتبطه بانه الانسجه تم استبدالها. القلب السليم الهيلثي ما نعرفش نوقفه، لما تيجي تحاول نعمل له حاجه ما تعرفش توقفه، اللي هو كومبليتلي هيلثي صعب جدا. فلذلك الناس لازم تطمئن وتبقى عارفه ان عايز خايف يقول لك انا قلبي وقف انا هوقف. فرحمه ربنا كبيره قوي ان القلب الهيلثي ما نعرفش نعمل فيه حاجه الا اذا بقى انت لخبطت بقى حاجه في الالكترولايتس، عملت حاجه في الميليو، بوتاسيوم والصوديوم في مستوى مستوى البوتاسيوم والصوديوم، اديته توكسين من بره، عملت حاجه لخبطت فيها الكيان بتاع القلب. قبل ما نروح للاعراض في منطقه مهمه قوي، ودي منطقه يعني هتهم كمان شباب الاطباء والمرضى لازم يفهموها كويس. ما بين تعرض القلب للسبب وما بين حدوث الهارت فيلير اكيد مش يوم وليله. اذا كنا بنتكلم على المزمن الحاله الحاده دي قصه ثانيه وليها اكيد يعني محاضره اخرى زي الاكيوت بالمرور القديمه او اكيوت هارت فيلير، دي قصه مختلفه. كنا بنتكلم على المزمن في القلب. في الحاله ديت هل يستسلم ام يلجا لمحاولات تعويضيه ام يلجا الى انه يحاول ينقذ نفسه زي ما بيقول؟ هو القلب فيري فورجيفنج فيري فورجيف، يعني بيسامح جدا ومهما يعني في بتبقى جلطات صغيره بتحصل بس ما حدش حاسس بحاجه. غلطات صغيره بتحصل ومش بس في القلب، في المخ، في كل ما السن بيزيد كل ما الحاجات دي بتحصل، الا انه فيها مرحله معينه بتبتدي بقى تظهر الشكوى. ان هو المريض متعود يطلع مثلا 3-4 ادوار سلم يلاقي نفسه طالع دورين. ان هو متعود ان هو يجري مسافه معينه يلاقي نفسه مش قادر يعمل نفس المجهود ده. إنه هو ممكن يكون بينام بالليل يلاقي نفسه في عز النوم ابتدى إن هو بيصحى من النوم. إنه بيلاقي رجله ورمت شوية، يلاقي نفسه بيتضايق، يلاقي نفسه يقول لك أنا شايف نبض يا دكتور فوق في رقبتي هنا في نبض شغال. فابتدي القلب يعلن عن يعني القصور ده أو عدم القدرة على أداء الوظائف بتاعته. يحصل ارتشاح في الأعضاء اللي هي مش قادر هو يضخ كل كميه الدم. ابتدي الكبد يحصل فيه احتقان، ابتدي الرجلين تحصل فيها ورم، ابتدي نفسه للاكل تقل، مبقاش قادر ياكل كويس. فدي طبعا بتبقى في مراحل متدرجه، بتوصل لمرحله ان هو يبقى بينهج وهو قاعد مريض يعني. ولذلك ديسني اترست ولذلك هو يجي ينام على ظهره ويتخنق ويقعد عشان يدي فرصه يبقى مصاب. ايوه ويصحى من النوم على كرشه نفس. دي لو باركنسون قلنا الديسني ده بقى يعني بتبقى مراحل متاخره من المرض. كيف نعلم انه هذا الشخص من ناحيه الفحوصات انه عنده فعلا فشل في عضلات القلب؟ في المراحل الاولى بيبقى مهم قوي تحليل البي ان بي اللي هو البرين ناتيوريتك بيبتايد. ده ايه ده بقى؟ لان ده بدا يبقى يعني الناس لازم تعرفه، وده شباب الاطباء لازم يذاكروه لانه حاجه جديده ومهمه. الان تي برو بي ان بي دي ماده بتطلع في حاله هبوط القلب وبيبقى لها ارقام واضحه بنقدر نشخص منها ان في فيري ايرلي هارت فيلير. ده لو انا شاكك يعني عندي في ممكن ان انا اشوف العضله بالاكو مثلا والاقي الاجيكشن فراكشن واطي خلاص، فانا شخصت ان في هبوط في القلب. لو انا واحد عنده دايستوليك هارت فيلير يعني مش سيستوليك وانا مش متاكد هو عنده هارت فيلير ولا لا وعملت له البي ان بي هقدر اشخص. فده من التحاليل المهمه اللي بتوريني ان في هبوط في القلب. الحاجات الثانيه مش هتشخص يعني. رسم القلب العادي ممكن يوريك لخبطه في الضربات، لكن التحليل ده هو ده محوري في التشخيص في المراحل الاولى. لكن لما يجي لي عيان مثلا رجليه وارمه وبينهج ومش قادر يقوم من على السرير خلاص ده الموضوع منتهي يعني. مش هنا مفيش دايلما في التشخيص، لكن الدايلما بتيجي في المراحل اللي هي بدري قوي اللي هي المبكره. ده القلب الطبيعي في الايكو، ده القلب الطبيعي احنا بس بنعلم الناس شويه او الشباب برضه الاطباء. ده قلب في ايكو باين الصمامات طبيعيه ما فيش فيها مشكله. ده الميترال فالف ده الصمام الميترالي، وده شورت اكسس، ده مقطع بالعرض والثاني بالطول. بالطول لو جبنا الكابيلاري ماسلز في المقطع ده الدايرتين دول وهنا ده فور تريبر، ده مبين الاربع غرف للقلب، البطين الايسر قدامنا على طول، تحتيه الاذين الايسر، وبعدين الصمام الميترالي هنا ده تو تشامبر، ده البطين الايسر وده الاذين الايسر. يعني ده طبيعي، كل ده طبيعي، كل ده طبيعي. وباين الكيكنج القلب وهو قادر ان هو يزق، وبالالوان بيبان ان مفيش ارتجاع. ده هنا قلب ديسفانكشنال، مش شغال، قلب هنا حاجه مهكعه خالص مش قادر ان هو يعني دي مش محتاجه واحد شاطر عشان يشوف ده لو طالب في طب هيستفيد جدا يذاكر الحاجات دي. شوف سبحان الله، يعني لو احنا بصينا اهو فعلا حضرتك قلت ان القلب اهو باين انه ضعيف مهكع فعلا، مش قادر ينقبض، مش قادر يضخ خالص، بالعافيه بيزق بالعافيه، غير العنفوان اللي كان من شويه باين الاورطه اهو الناحيه دي والاورتيك فالف. ويعني طبعا دي عايزه يعني وقت في الشرح بقى التفصيل. لكن احنا عايزين نعلم الناس انه يعني ايه ايكو. الايكو اداه خطيره جدا. الايكو للاسف الشديد انا طبعا بنصح الزملاء الدكاتره ان هم يهتموا جدا بان هم ما يطلعوش تقرير الا لما يكونوا فعلا عندهم خبره كافيه، لانه انت ممكن تطلع يعني تقرير او تقول للمريض حاجه وما كانتش دي مظبوطه 100%، بتسبب بلبله وقلق جامد جدا عند المرضى. فالايكو ده جهاز خطير جدا، ولازم يبقى سيرتيفايد في اللي بيعملوا الايكو ده، وان هو يقدر يطلع بيانات مظبوطه، ودي حاجه احنا في جامعه القلب المصريه حريصين على تنميه الموضوع ده وظبطه. يعني انا بطلعه كمان عشان الشباب الاولاد اللي في كليه الطب لما يتفرجوا على الايكو يحبوه من هم طلبه صغيرين. ده ممتع جدا. ويبداوا هم يسعوا بعد ما يتخرجوا على طول انهم ياخدوا بقى كورسات ويذاكروا ويروحوا ياخدوا. انت بتبص على قدس الاقداس. ده مهم قوي. اتفرج على حاجه ممتعه جدا. جدا جدا. والاتقان بتاعه كمان بيبقى الواحد البريليانت فيه بيبقى مستمتع. انت بتشوف بعينك التفاصيل والريزوليوشن في الاجهزه طبعا الحديث عالي جدا. دلوقتي في عندنا 3 دايمنشنال ايكو، بتبقى شايف كانك القلب مفتوح قدامك تتفرج عليه. عايز اروح لبدايات العلاج بقى. اولا هنبدا نتكلم على النصائح العامه، ثم ندخل على التقدم الدوائي، ثم ندخل على الاجهزه كمان. 3 مراحل. هو القلب انا دايما بقول القلب ربنا خلقه يعيش 100 سنه. القلب مخلوق لا يمرض، يعني تنساه. يعني زي ما بقول سلعه معمره، انت بتجيب الثلاجه عشان تعيش بيها طول عمرك، مش كل شويه يجي واحد. بعكس مثلا الجهاز الهضمي اسهال ومش عارف ايه وترجيع كل شويه ممكن يحصل حاجات، لانه ده في على الشارع. والركب يا باشا، او الكحه والبلغم والرئتين، او التهاب في الجهاز مثلا في البولي وبتاع، وانت حاجات يعني دي كلها حاجات على الشارع. لكن القلب ده محطوط حطه يعني تلاحظ انها ربنا قافل عليه قفله محترمه جدا، عليه حمايه ضخمه جدا، ما فيش حاجه بالسهل انها توصل له. يعني في صيانه رهيبه في الخلق وفي التركيب، لان القلب ده مش اي حاجه. وبعدين هو محطوط جوه سائل يعني زي زيت كده، فالناس فاكره هو القلب عايم في ميه او حاجه زي سائل، فما بيحتكش في حاجه، لدرجه ان لو واحد التهب الغشاء اللي حوالين القلب ده النكد عم ما ينامش طول الليل من الوجع والنفس حاجه بسيطه خالص ان الغشاء ده بس التهب. فالقلب كتركيب وحاجه زي ما حضرتك قلت اعجازيه، يعني فوق الفكر العادي. فالقلب معمول ان هو لا يمرض، حتى انه الناس اللي هي عايشه في مثلا بحيرات الصين والاسكيمو، الناس دي ضغطها ما بيعلاش وما بيجيلهاش اي تصلب في الشرايين ولا يحصل لها اي حاجه. يعني في ناس اصلا هي عايشه على الطبيعه، مشاكل القلب دي غير وارده. والبشريه لحد ما ابتدت تظهر بقى العربيات والريموت كنترول والتلفزيون والاسانسير والمظاهر الرفاهيه الشديده دي، الانسان ما كانش. وطبعا بقى اللي هو الاكل اللي هو يعني الفاست فود والاكل الرهيب بقى، الاكل المصنع ده ابتدت الحياه تاخذ منحى يؤدي الى ضغط جامد جدا على القلب، وابتدى يبقى التدخين جزء من الحياه اللي هو يعني ان الشاب جدع قوي، ان هو بقى ايه يعني ده تمام قوي، ان هو سوفيستيكيتد بيشرب سيجاره. وفي الافلام وزي ما حضرتك قلت السينما دايما الممثل اللي هو يعني صاحب القرارات العظيمه او المحبوب قوي اللي هو قاعد دخان يعني بكلمه في كامل زمان كان بيطلع اللي هو الشاب اللي قاعد في القمر يعني لا يعني طبعا دي لو الحلقه النهارده ما فيهاش الا الحته دي تكفيني انه احنا لما ظهر التدخين ما كانش فيه لا فرامنجهام استادي ولا كان حد عارف التدخين ده هيعمل ايه. انا بشبه التدخين بالايدز. انا بقول للعينين بتوعي انه السيجاره زي المراه الفاسده مش هتسيبك الا لما تدمرك. ولازم تبقى عارف انها يعني مش ممكن هيبقى في منها فايده. ومن ضمن الحاجات بقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. شر ما خلق هو جزء منها جاي في الدخان ده التدخين ده. وربنا قالها اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من ضمنها هو موضوع التدخين. ولما نحط ريسك فاكتورز هيجي التدخين ده نمره واحد. يعني اعمل اي حاجه بس التدخين ده هيبقى نمبر 1. مش الضغط مش السكر، ايه بقى التدخين. ولما حضرتك تيجي تسافر في اي شركه طيران ما ينفعش تدخن. لما توصل البلد هناك في اوضه كده حاطينها اذا عايز تخش تدخن، اوضه اللي هم المعذبين دول خش تدخن فيها. ولما تروح توصل اذا كان بقى امريكا كندا اوروبا في باركنج لوت بره ما تقعدش تدخن جوه. فهم ادركوا خطوره التدخين وقدروا ان هم ياخدوا اجراءات، لانه من حقي الطبيعي ان انا ما حدش يدخن في وشي دخان مش مظبوط. وتيجي مريضه مثلا عندها مشكله في الشرايين، من ضمن الاسئله هو زوج حضرتك بيدخن؟ تقول لي ايوه يا دكتور ده كان بيدخن، وكثيرا تقول لك ده توفى الله يرحمه بقى، انما قاعد يدخن معاها سنين طويله. وجزء كبير المشكله ان هي كانت بتدخن سلبي واصابها الشرايين والمشاكل من التدخين اللي هي كانت بتعيشه مع. فالموضوع ده موضوع احنا يعني محتاجين، لانه البلاد اللي بتنتج الدخان بتصدره للبلاد اللي زي عندنا، وكل ما كان يعني معدل التعليم اقل وكل ما كان يعني الفكر اقل كل ما انتشر التدخين. وكل ما كان يعني انا نفسي ان احنا في كل المؤسسات العلميه وغير علميه واي اجتماعات موضوع التدخين ده يبقى يؤخذ يعني بجديه بعين الاعتبار. كنت لسه قاعد مع صديق ليا كان عنده مشاكل في الشرايين التاجيه وقاعد بيشرب السيجاره. لا الموضوع اصل الموضوع ده علم كبير. موضوع التدخين في مريض بيصل بيه الامر من كتر ما هو بقى متعلق وانسجته متعلقه بالتدخين، يقول لك في الرعايه يا دكتور انا عايزك تبدل لي الاكسجين بتاع الاكسجين ده بانبوبه فيها سجاير. يا لهوي. من كتر ما هو خلاص في الرعايه وبيموت، انما هو من كتر ما حصل تسمم في انسجته وحصل له ادكشن. ادكشن هو خلاص هو حياته. ولذلك مش اي واحد تقول له بطل بقى كده وخلاص، لا دي لها بروسيدرز ولها علم ان هو اللي هو الكول تركي كان بطل كده ده لو سكسس ريت في بعض الاحوال. لكن في ناس محتاجه انها تقلل بالتدريج وتوصل لمرحله، وبعدين يوم عيد ميلاد بنته او يوم حد يكون مثلا هو مرتبط بيها جدا يقرر ان هو مش هيدخن في اليوم ده، لانه في سجاير هو بيخش بيها التواليت، في سيجاره هو ما بياكل لازم ياخد سيجاره، او في ناس اول ما تصحى النوم. ففي درجات للتعلق بالتدخين وفي طرق للتعامل معه، وفي ناس تخصص حياتها ازاي انها كونسل الناس اللي بيدخنوا دول. ونظبط موضوع التدخين. طبعا الاكل ناكل من الارض افضل حاجه. والاجهزه المساعده للهارت فيلير حضرتك قلت لنا على الليفت. احنا في قبل ما نخش في دي المشي. ليس للانسان الا ما سعى. واضحه. ممكن واحد يسعى على الكنبه، واحد يسعى على الكرسي او في السرير، مفيش سعي في دول. سعي مشي. ليس الانسان الا ما سعى. وما قالش ليس المؤمنين ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. فالجزء بتاع الحركه والمشي ده اساسي في الويل بينج. لازم يتحرك ولازم يمشي. ولدرجه انه في حاجه خطيره جدا، انه الشخص اللي ما بيمشيش المشي عنده محدود، النيتريك أوكسايد ليفلز عنده بتقل. النيتريك أوكسايد زي ما حضرتك عارف هو ده أهم حاجة مسؤول عن الإريكشن. ده مسؤول عن الانتصاب، ده بيوسع الشرايين بتاعة العضو الذكري. والمادة الفياجرا دي مسؤولة إنها تزود النيتريك أوكسايد. فلما النيتريك أوكسايد بيقل ده ربنا عمله حمايه، لانه الشخص اللي ما بيمشيش ده يمكن ما يقدرش يجيب رزق لعياله، فربنا بيرفع عنه حته ان هو يقدر يخلف عيال. فيقوم يبقى العدل، لذلك في ناس تلاقيهم حريصين جدا ان هو يبقى بيعمل اكسرسايز عشان يحافظ على ان هو الاندوثيلين بتاعه يبقى شغال كويس. فجزء تاني اللي بيحسن النيتريك أوكسايد ده هو الحاجات الخضراء اللي هو الجرين فيجيتابلز والاكل اللي هو فيه الحاجات الخضراء دي بتطلع النيتريك أوكسايد، تقوم تحافظ على الناس فاكره انه اللحمه والسمك والفراخ والبط والحاجات دي، لا خالص. الحاجات دي يقول لك اكل اكله تقيله قوي، الحاجات دي مرتبطه لدرجه ان هم الماراثون رانرز كميه النيتريك أوكسايد عندهم عاليه جدا بغض النظر عن سنهم، ممكن واحد يبقى سنه 80 سنه بس الفانكشنز عنده كله كويسه لانه هو بيقدر يمشي ويتحرك. ودول الناس بتشوفهم في كل حته في العالم، يعني الناس سنهم كبير، ممكن يبقى في السعوديه مثلا واحد كبير في السن بس نشيطه بيمشي وتلاقي حياته، متجوز وهو عنده عيال وسنه 80 سنه. خد على انه يرفع مستوى النيتريك أوكسايد على طول، خد على انه هو اكتف وبيمشي وبيتحرك. الاجهزه المساعده لعضله القلب وصلت لمستوى مرضي الان؟ الى مستوى الحقيقه مختلف عن زمان. زمان كان الترايلز بتصرف مبالغ ضخمه جدا، والعيان لما يعيش مثلا 6-7 ساعات فرحانين قوي ان هو اتحط، يا عاش 6 ساعات 7 ساعات. دلوقتي العيانين بيروحوا بقى الديستنيشن ثيرابي، يعني الليفت أند تريك أسس ديفايس از ديستنيشن ثيرابي، كاجراء نهائي للمريض. خلاص هو هياخد الجهاز ده ويروح بيه البيت ويبقى البطاريه موجوده، وبيروح يتابع كل فتره ونطمن عليه، لان بقت هي دي الديستنيشن بتاعه اللي هو ان هو يحط، اللي هو مصيره خلاص. الليفت أند تريك أسس ديفايس ده بياخده ويروح بيه ويتعايش معاه. في ناس حياتهم يعني متوازنه جدا مع الاجهزه دي. طبعا الاجهزه دي غاليه جدا، يعني انا يعني ما احبش انه الناس تقول ايوه حط لي بقى ايه، كل واحد عايز جهاز، لان الحاجات دي حاجات معموله يعني ما هياش في الجايد لاينز انها روتين، دي حاجه معموله لبعض المرضى بحيث انها تقدر انها توفر له حياه مختلفه اذا فشلت كل الاجراءات الاخرى، واذا ما عندوش فرصه ان هو يتحط له قلب، يتزرع قلب مكان القلب ده، فده بيبقى هو ده الحل المؤقت بتاعه. ودي حصل فيها تطور ضخم جدا، وكل شويه يطلع جنريشن جديد، وكل ما يعني بتطلع نوع جديد بيبقى مور فريندلي، الناس بتقدر تتعايش معاه وتبقى مركباه، والبطاريه عمرها يعيش اطول، يعني كلها حاجات في انها تدي فرصه انه الجهاز يبقى ليس كومبرسم، ما بيضايقش العيان، والبطاريه تعيش اكتر. انما انا دايما لما بيجي مثلا عيان عنده مشكله في الصمام، حتى لو الصمام الطبيعي بتاعه مثلا كفاءته اقل شويه وهو متعايش معاه، انا بقول له الصمام الطبيعي احسن بكتير قوي من اي صمام صناعي، مهما كان الصمام الصناعي ده هايل ومتطور، زي ما يكون واحد ماشي على رجله بيزك عليها، رجله الطبيعيه اللي ربنا خلقها له احسن بكتير قوي من نقطعها ونحط رجل حديد. ما بنعملش كده الا اذا حصل غرغرينه، حصل تلف كامل في العضو، نقوم نقدر نشيله ونحط حاجه ثانيه كاستبدال ليه. انما طول الحاجه الطبيعيه ما هي موجوده، هي دايما بتؤدي بشكل مختلف تماما واحسن عن اي حاجه صناعيه. استاذ الدكتور حسام قنديل، استاذ ورئيس قسم امراض القلب والاوعيه الدمويه بكليه طب قصر عيني جامعه القاهره، كان ضيفي في واحده من حلقاتنا التاريخيه عبر التاريخ، والتي حكينا فيها جزء صغير جدا على فكره من طريق القلب، جزء صغير جدا، يعني القلب اكبر بكثير ان يجمع فيه ولا 100 حلقه كمان. فرجعنا لحضرتك ان انت ما تحرمناش من هذه الزياره مستقبلا، ده شرف كبير. انا اللي اتشرفت وسعدت بوجودي في البرنامج العظيم، وانا يمكن يعني بقول لحضرتك ابدي اعجابي الشديد بانه طريقه حضرتك وقدرتك على تبسيط وتوضيح الامور دي حاجه انا يعني بأشيد بيها جدا، وارجو ان احنا نقدر يعني نوصل، انا زي ما قلت لحضرتك كده، ان كل معلومه ولو بسيطه والناس فعلا تقدر انها تسمعها وتلتزم بيها هتفرق معانا كمجتمع بصوره ضخمه جدا. ده انا شاكر جدا هذه الشهاده التي اعتز بها، وده وسام على صدري، وسام كبير. ضيفي العزيز كان ضيفي في الدكتور، وكالعاده دائما اقول القصر العيني هذا هو او هؤلاء هم رجاله، رجال القصر العيني، فخر الطب المصري وقمه الطب العربي، وايضا المنصة الكبرى في وسط الطب العالمي. خليكم دايما مع الدكتور.